كان نفسي ابقى قوي اوي زيك كده. ليه يعني؟ عشان ما حدش يقدر يلمسنا. ما قلت لك يا يحيى انني ما بضربش حد. ليه؟ زمان من قيمه 11 سنه كده حصل حاجه زي اللي انت شفتها دي، بس الفرق انني ما استحملتش الاهانه والقلق فضربت اللي ضربوه، كانوا ثلاثه. وبعدين واحد جاله ارتجاج في المخ والتاني اتكسر له بالعين، والتالت مات. وحصل ايه؟ قضية ونيابة ومحكمة وحكم بالحبس، ضرب افضل الموت، بس حكم مخفف يعني عشان كانوا ثلاثة وانا واحد. بس مش ده المهم. امال ايه المهم؟ المهم نظرة الشاب اللي مات ده، كانت عينيه كلها لوم وخوف، كأنه عايز يقولي هي اللعبة قلبت بجد كده ليه؟ احنا ما اتفقناش على كده، انت ليه عملت كده؟ من ساعتها والله حلفت ما مدي ايدي على اي بني ادم مهما كان السبب. بس 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 انت بتشتغل دكتور بودي جارد، ما لقيتش شغلانه تاني غير كده. الناس بتشوفني بتقلق من شكلي، ومحدش راضي يشغلني الا بودي جارد برضه عشان شكلي وقوتي. بس ده سر يا يحيى، لو صاحب المكان عرف ان انا مش هضرب حد هيستغنى عني. بس ولو انا مش هميت ايدي على اي بني ادم.